أنا الآن ولا أحب هذا، ولكن هذا يلزمنا الآن من هذا البيت المقدس. كل من رأى في نفسه أمانة وحراسة لهذا الدين وقدرة على البلاغ وعلى الدفاع عن سنة هذا النبي عليه الصلاة والسلام يرى غير ما ندعو إليه، فأنا أدعوه إلى مكان سوى، مكان سوى بيان في الناس، يسمع منه الناس الحجج ويسمعون مني الحجج في أي سبيل كان، بأي وسيلة كانت، من شرق الأرض أو مغربها. من رأى في نفسه قدرة أو رأى نفسه أمينا على هذا الدين فليعنا على أنفسنا ورب هذا البيت، رب إبراهيم ورب ابن مريم ورب من كلمه في الواد ورب خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، رب هذا البيت إنهم على ضلالة باتحاد علمائهم وسامريهم وكذابهم ودجالهم الأكبر، ثم من تبعه منهم ومن قال بقولهم من الفرق والأحزاب فهو منهم في ضلالتهم على ضلالتهم. أدين الذي سمعني كما يسمع ما في السماء وما في الأرض وما في جوف البحر. ثم أسأل الذي سمع هذا إن كان قضاؤه في هذا الأمر غير ما قلت أن يهديني إليه. وأحمد الله أنني لم أسمع واحدا منهم دعا بهذا. سمعت هذا من هذول المشايخ ردكم إلى ربكم قال هذا قولي وسألوا الله الهدى. سمعتم هذا يا أخوان؟ ليه؟ لأنه يخشى أن إذا ردكم إلى ربكم أن يهديكم ربكم وأن يصرفكم ربكم عنه. أما ورب هذا البيت أنني أسأله ألا يبقيني كما سألته من قبله طرفة عين بعد هذا في ضلالة أنا فيها في هذا أو في غيره، وأسأله ألا يردني إذا هذا البيت إن أضل بي مؤمن. إن دعا أحدهم بهذا فله من الإيمان ما له. خليهم يدعوا أخوان، بس إحنا ما سمعناهم حتى نؤمنهم على هذا ولا على قليل من الدين. فكما قلنا أي واحد أخوان بس يعني ما يضيع وقت، ما يجي ناس واحد يتعتع عي في دينه عي في لسانه عي في علمه فيعني يضيع وقتنا. يأتينا واحد قيل عنه أنه يعلم، يأتينا واحد من هذا، واضح أخواننا؟